طب ما تقول لي كده موقف، اكيد في مواقف كتير حصلت بينك وبين كندا او خديجه، فتحكي لي كده موقف اكيد مش هتنساه يعني، او اكيد لما يكبروا هتحكوا لهم. مش هو مش فكره موقف على قد ما ان هو فكره انه يعني لما ابتدت يعني طبعا لما ابتدت تضحك والكلام ده كله، انا بالنسبه لي اللي هو بقى في حاجه يعني في الاول ما فيش اي حدث بيحصل، ساكتة نايمة بتشرب لبن وبتاع وخلاص، بس بعد كده ابتدت تضحك وبتاع، فالموضوع ابتدى يخش في انه في حاجة حقيقية بتحصل وفي حاجة رباني كده غريبة، فاهم قصدي؟ بس المفاجأة بعد كده لما بقيت انا فجأة واقف في البيت وفجأة بابي، انا مش يعني مش هرد، انا مش بابي، مش بابي بتاع حد، بابي مين وامتى وازاي، فاهم قصدي؟ ف كده يعني بتفاجئ بيهم، مثلا لما فجأة الاقيهم حافظين اغنية، دي الحاجات اللي بتخليني اقعد اضحك عليهم. يعني في ناس كتير قوي ما تعرفش حاجه عن علاقتك، يعني كل الناس طبعا تعرف عن علاقتك بالاستاذ محمود والدك، لكن في ناس كتير ما تعرفش حاجه عن علاقتك بوالدتك. يعني شكله طبيعي جدا عادي، امي وابنها طبعا، يعني مثلا لو انا انشغلت في تصوير ولا في حاجه ففجاه فاهم اللي هو ممكن ما اتصلش ما اعملش وبتاع، بس في حاجات بقى لما ايه مع ابويا وامي برضو اللي هو لما تتكلم وتظبط الدنيا معاهم يبقى الدنيا كويسه. لا الدنيا كويسه وتلاقي ايه كان عندك مشكله كده في الشغل تلاقي ايه حل، ربنا فكها كده وبتاع، ف دعواتهم مهمه برضو.